الفنان أولاً يجب أن يكون مثقف، ثاني إشي لازم يكون في عنده فكر، والفكر هذا يوظفه في قضايا الأمة، خاصة الأمة العربية. الآن إحنا عم بنعيش كتير من القضايا المهمة والمصيرية. الفنان يجب أن يكون هو البوصلة للمجتمع وليس السياسي، لأنه السياسي براغماتي متغير مصلحي، بينما الفنان إذا كان صاحب قضية وإذا كان صاحب فكر هو البوصلة الأساسية للمجتمع. وكتير مهم أنه الفنان يبدي آراءه في كل النواحي المجتمعية. هلأ صح خلال الفن مش إحنا اللي منكتب الأفكار، الأفكار لغيرنا، لكن إحنا كفنانين علينا أن نختار الأفكار أو الآراء أو النصوص الأصح اللي بتخدم المجتمع واللي بتخدم المواطن واللي بيكون المواطن بحاجة إليه. مهم جداً إنه الفنان يكون مثقف، إنه الفنان يكون في له موقف، وموقف صريح وواضح، ما يعيش بين الرمادي. نحن في زمن الرمادي غير مقبول، بدك تكون يا إما أسود يا إما بدك تكون أبيض، وبتمنى الفنان يكون مع الأبيض اللي هو مع الحق. ما بصير أنا أكون مع العدو. مع العدو إيش الأعمال اللي بدي أقدمها؟ مع العدو معناته أنا ضد بلدي. مهم جداً إنه المشاهد يعرف عن الفنان ويعرف مواقفه ويعرف آراءه ويعرف توجهاته. والسبب إنه لما الفنان بيكون معروف عند الجمهور والجمهور بيعرفوه بيكون مؤثر أكتر. ليه لازم يعرفوه؟ مثلاً بيعرفوا إنه مثال إنه جولييت عواد إنسانة بتحمل قضايا فكرية وتحمل قضايا وطنية. لكن ممكن يجيني أنا دور إني أعمل دور وحدة يهودية صهيونية، فهم بيعرفوا إنه هذا أنا عم بمثله عشان أوصل لهم رسالة. مهم يعرفوا لأنه مثلاً فلانة من الناس أو فلان من الفنانين إنسان مطبع وفجأة عمل دور هالوطني البطير العائل، هون الجمهور لازم يعرف إنه هذا عم بمثل الدور مش عم بيقدم الدور، يعني حامل فكر الشخصية هاي. ممثلة قديرة ونجمة كبيرة جولييت عواد.